احنا بنعمل غلط يا ابله؟ ما احنا قدام الناس كلها اهو، وقدام ربنا الاكبر من الدنيا دي كلها يا ابله. معلش يا سوكا، مش هينفع. انت هتفضل ساكت كده؟ انت كتمتيني يا ابله، وانا اللي بصراحه كنت جاي اعزمك على فرح. ايه ده، انت هتتجوز؟ الف مبروك. اتجوز ايه بس يا ابله؟ ده فرح البنت بوسي اخت وهدان، وانا اللي احيي الليله من الصبح لغايه اخر النهار، ويا ريت يعني تشرفينا، يعني يكون شرف لينا. الف مبروك يا سوكا، ربنا يوفقك يا رب. ما ربنا يوفقني، وانا طالع رحله اسكندريه مع اصحابي، ربنا يوفقني. يا ابله بقول لك اول فرح هغني فيه يا ابله، يعني لازم تبقى موجوده وفي اول كرسي يعني في الفرح. طب افرض يا سيدي انا عرفت اجي وانت هتبقى بتغني، انا هقعد مع مين؟ مع مين؟ مع امي سيدي الحبابي يا دنيا انت، وانت عارفه امي بقى بتحبك قد ايه. امك اصلا ما كانتش طايقاني المره اللي فاتت، ده انا كنت حاسه ان هي هتخنقني. امي ده انت على نياتك، دي اطيب حد في المنطقه، اديها سر بس، لا يمكن لا يمكن تطلعها بره. دي امي دي طيبه جدا جدا جدا، والمنطقه كلها بتحبها هي، بس مشكلتها اللي على لسانها يعني بتقوله. ايوه بتقوله على طول. بس لكن طيبه قوي قوي. وبالمره اعرفك على كوريا، على فكره بنت كوريا دي بنت رجوله قوي قوي، وان شاء الله هتبقوا اخوات كده زي انا وابراهيم، فيا ريت تشرفينا بقى. خلاص يا سوكا، ما اعرفش والله، بس انا هحاول اجي. قشطه بقى، نجيتك عندي بالدنيا، ويا ريت وانت جاي يعني ما تنسيش تجيب معاكي فلوس عشان تنقطيني يعني كده وكده ارجعهم لك. كتير جدا الايام دي، انا اسف. لا يا حبيبي ما تعتذرش. هو انت فاكر لما انت تعتذر انا هفرح؟ انت تعمل اي حاجه انت عايزها، وانا استحمل منك اي حاجه. وانا ليا غيرك في الدنيا؟ ولا حياتي ليها طعم من غيرك؟ ربنا يخليك لي يا اخويا. ربنا يخليك لي يا رجاء. أعوذ بالله، دي أخلاق الرجالة يا ناس، دي أصول عيش والملح. معقولة راجل يبلغ الحكومة على الستات قاعدين بطولهم في البيت؟ اللي اسمه سلومة ده لازم يتربى، لازم يتعلم الأدب من أول وجديد. هو ده الكلب عمره ينعدل يا خل؟ هنقطعه له. أنا بخاف. ما تخافيش من أي حاجة. بخاف من الكلاب. مفيش كلاب يا سندس، خلاص. أنا شفت رجالة كتير وقليل، عمري ما شفت رجالة اوسخ من سلومة ده. انت بتشتم مين يا واد؟ اوعى تكون بتشتم عوض. لا كان بيضربني، بس كان بيضربني عشان الواد. لا ما تخافيش، انا ما بشتمش عوض، هروح اجيبه لك دلوقتي. بس المهم عملت له الواكل اللي هو بيحبه. البنت الحلوة دي هي اللي عملته. الله 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 يا ست هايدي، سندوسة دي فيها شيء لله، وما تحبش الا البني ادم اللي ربنا راضي عنه. وانا كمان بحب سندس. بقول لك ايه يا استاذ شكري؟ امرينا يا ست هاني. شوف المبلغ اللي عايزه الراجل ده وانا هدفعه له. نعم يا اختي، تدفع لنا ليه ان شاء الله؟ انت هتجبي علينا ولا هتجبي علينا؟ ولا تكونيش يا حبيبتي بقى استحليتي القعده في قلب المكان، فقلت اما تدبي لك مسمار جحا في المطرح. لا يا حبيبتي اطمني، انا مش ناويه اطول هنا، ولو عليا انا عايزه امشي النهارده قبل بكره، بس انا كمان مش عايزه مشاكل مع الناس اللي هنا طول الوقت، ومش عايزه الشرطه تفضل رايحه وجايه وتعمل لنا محاضر. لا معلش يا اختي استحملي، ادام عايزه تقعدي بقى استحملي. انا عن نفسي افضل ماشيه كده اهو، واحده واحده على قد كده اهو، ولو ما لحقتش ولا اتزنقت روح خش في جمعيه من اللي بتعمله من مسوك، واقبض انا وادفع حصتي زي ما هي عملت بالظبط. خلي لك يا اختي انت فلوس، اصرفيهم على الاحمر والاخضر والبيجامات الحلوه دي يعني اللي بتجيبيها. بلا احمر بلا اسود. اقعدي يا ست هانم، اقعدي، استهدي بالله، استهدوا بالله، استهدوا بالله. ست هانم ما قصدهاش حاجه، ربنا فاتح عليها ومديها وعايزه تساعدك لله. الست هانم دي معاها فلوس ممكن تشتري الحته دي كلها. فاهمها يا عم شكري. هو اللي ست هانم؟ الست هانم هانم على نفسها يا اخو، احنا ما عندناش هنا هوان. وبعدين بقول لك ايه، احنا طول عمرنا ماشيين بالزق، لكن حامدين وشاكرين الحمد لله. انا الغلطانه اللي انا عايزه اساعد، ان شاء الله سقف البيت يتهد على راسك. انا مالي هتهد على راسك انت يا بعيد؟ اضحي هتهد على دماغنا كلنا. اي اي اقعدي الست بتقول اي اي، اقعدي من فضلك يا ست هاني، اقعد عشان نحل المشكله السوداء دي. انا هنزل دلوقتي لسلومه النجس عشان اعلمه الادب من اول وجديد.
ماشي. بقول لك ايه؟ عايز وانت راجع معدي عليا، عايز اطلع اشوف هيما، ما شفتوش من ساعه ما جه من المستشفى. يا دي منين عليك وعلى سنين هيما؟ ما انا مش عارف اطلع له لوحدي. هي المنطقه اسمها ايه يا عم؟ معروفه في حته منفوخه كده تبع حاجه ما 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 بطن البقره. اسمها ايه؟ بطن البقره. بطن البقره؟ ممكن ندور عليها في ايه؟ في جوجل انيمالز ولا جوجل ايرث؟ مش وقت هزار دلوقتي، شوف بطن البقره في انهي داهيه، خليها نخلص. بطن البقره ايه يا عم؟ وانت جعان؟ ظروف اهلك ولا انا متعصب دلوقتي ومش فاضي الهزار. طب ما تنفعش رجل البقره؟ ها؟ عين البقره؟ ادي دقني ان ما ركبت لك ديل. شوف لي فين بطن البقره وخلصني. حاضر يا عمي، البطن البقره. انت اول ما تلاقي البقره انت بتقفل ده. مساء النور. مساء النور، اتفضل. ابو طالب بيه، انا مش جاي اثر على حضرتك في حاله انك قررت تستعين بمحامي تاني غيري، بس لحد المحامي التاني ده ما يجي ويبدا في القضيه انا هكمل شغلي عادي جدا. انا مش عايز الشغل يقف في القضيه. يا عمي بتقفلوا ليه؟ البطارية بتبوظ، البطارية بتبوظ يا عمي. بلاش تلعب بعدين، العب بعدين. طيب ايه، فيش اخبار جديدة؟ طبعا في خير. انا قدمت للنيابة طلب برفع قرار حظر التصرف في ممتلكاتك، وقدمت لهم كمان اقرار ذمة مالية واقرار بعدم دخول اي ارصدة او حسابات او وصول باسمك من وقت البنك ما منح القرض لمدام هايدي وحتى تاريخه. يعني كده انا حر التصرف في اي كرسي من كراسي، ما حدش يعمل لي قضية تبديد؟ لا مش بالسرعة دي طبعا، يعني اهم حاجه النيابه تطمن الاوراق اللي انا مقدمها الاول. قرار رفع الحظر هيجي بسرعه ان شاء الله. ما انا قلت لكم الاول ان الاجراءات دي تعسفيه، ما حد سمع كلامي. الاهم من ده الارقام اللي نجوان اتصلت باهلها منهم، طلعوا رقمين موبايلين واتقفلوا، وحاولنا نعرف مكان الاتصال بس ما عرفناش نوصل لاي حاجه. طب وهنعمل ايه؟ الارقام دي طبعا ملهاش اي لازمه، بس اهم حاجه دلوقتي ان انتصار تفضل على اتصال بينا طول الوقت، ونخليها تدينا اي رقم تتصل بيها منه. عارف يمكن تغلط، تتصل من رقم الموبايل الشخصي بتاعها او من رقم محل اقامتها اللي هي قاعده فيه دلوقتي. وحضرتك معاك رقم انتصار؟ انا ما حاولتش اخد الرقم، بس هي قالت لي على عنوان المستشفى اللي هي بتشتغل فيها. ممكن طارق يروح المستشفى ويجيب النمره من هناك. انا بحبش المستشفيات، بس اروح عادي. اوكي تمام. انا عاوز اعتذر لك على انفعالي بتاع الصبح عليك ده، ما كانش في مكانه الحقيقه. وبعدين يا اخي انت المحامي بتاعي من زمان، انا لو عارف ان في محامي اشطر منك انا كنت رحت اتفقت معاه وجبت، بس عمري ما هعمل كده. يا ابو طالب بيه، ما انا قلت لسيادتك انا مش جاي اثر عليك ولا حاجه. يا راجل بطل بقى القماصه دي بقى، خلاص انتهينا. والله العظيم كانت فرصتك تغيره وتجيب محامي عدل. انا مش عارف انت دماغك دي ليه كده يا عم. اتلم انت واقعد ساكت بقى. بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تيجي نشوف موضوع بطن البقره ده بقى، عشان بقول لك بطن البقره. ايه يا عم؟ دلوقتي يا معلم سلومه، الاخ شكري بيشكو انك طلبت الشرطه لاهل بيته، الست سندس والاخت كوريا والاخت جمالات. الحقيقه مولانا دي اول مره كنت اشوف فيها الست جمالات. صعيدي جلبوه يابا، علمني الهيفه. جلبني تعالى في الهيفه واتفطر. اللي دخل جمالات دلوقتي في اللي احنا بنقوله؟ برضه ما يصحش يا معلم سلومه تطلب الشرطه لنسوه لا راجل معهن، وامامك سبل مفتوحه كثيره. كان ممكن ان تاتي لي او تذهب للاخ شكري او للاخ كبداجي خطبها. صل على يشفع فيك يا مولانا. عليه افضل الصلاه والسلام. اسد بقى بيته اللي هيقع على دماغنا ده، ده حوار بقاله سنين، مش ابن امبارح والنهارده لا. ها؟ ده احنا ياما اتحايلنا، ياما رقنا نشف. ده انا قلت للاستا شكري بدل مره 10، وسيادتك دخلت في الموضوع ده مره واثنين ايام امها الله يرحمها، ولو ما حصلش الكلام ده قولوا عليا راجل هجاص كذاب. صدق يقال يا اخ شكري الكلام ده حصل فعلا. ماشي حصل، نقوم نبلغ الحكومه على بعضينا، اللي معهوش فلوس نحبسه. لا لا، احنا برضو اهل وجيرة. اه بامانة الله بقى، انا زهقت من حكاية معهوش فلوس دي. اه يا عالم، اللي بيدعي الفقر ربنا بيفقره اكتر. مش اصول كلام ده يا معلم سلومة، انا المرة دي تابعت الاصول اللي انت ما تبعتهاش.
وجبت الشيخ المنطقة كلها عشان يشهد ما بيننا، وأنا عارف ومتأكد لا هتكبره ولا تكبرني، عشان كده أنا مش هراعي أصول الجيرة ولا العيش والملح، واللي بيعمل ما بيقولش سلام من غير سلام عليكم. الواد سوكا لسه نازل يوضب العدة عشان خاطر فرح أخته وهداء، دول ولاد حرام عازمين أمة لا إله إلا الله بما فيهم الحكومة. يا أخويا ده عالم ناقص، بيجوزوا البنت وهي لسه ما تمتش 14 ولا 15 سنة. وفيها إيه يعني يا كوري؟ أي حد في الدنيا بيحب يسطر على بناته، وخالاتي كلاتهم متجوزين صغيرين، ولا الواحد يخطب البنت من دي وتقعد تحمط جنبه يعني. يقف في خيخ خلاص. سلامتك يا هيم، إيه ده أنت غيرت على الجرح؟ آه، ما الواد سوكا أصله ماشي مع البنت الممرضة، جابها لي اتغيرت هي على الجرح. يا نصبتي؟ وطلعت لك هنا لوحدها؟ بالراحة يا كوريا بالراحة. ده أنا ما استجراش أعملها وأنا خطيبتك قدام الحارة كلها. في إيه؟ جاب أمه معاها، اتنيل جاب أمه معاها. طلعت بنت نضيفة ما رضتش تطلع لوحدها. وأم سوكا حبتها؟ وهي أم سوكا تحب حد؟ دي قعدت تشاكل فيها طول ما هم قاعدين، في الآخر وهي ماشية جت تبوسها قامت عضاها. وليه عقربة وناقصة؟ بقول لك إيه؟ سيبك يا أخويا من الناس دي كلها تولع في بعض. المهم أنت بقى انزل لنا بالسلام. الحارة وحشة أوي من غيرك يا هيم. انزل خد بحسين. لما تطلعي انت يا كوريا تاخدي بخاطري. ما تطلعيش. نعم يا خي. الف سلام عليك يا هيمه، ورانا مشاوير يلا بينا. حاضر يا خي. هيم هبقى اطلع لك تاني اما خليه يجي تاني. ها ليه وانا هفضل قاعد هنا؟ انا كل يومين وانزل اتنطط لكم تحت. انا لا عارفه اكل ولا اشرب ولا افتح المحل حتى من غيرك، انزل بقى. وربنا وانا يا كوريا انت وحشاني قوي. كوريا كوريا يلا كوريا يلا امشي مع خالك، هنهرج ولا ايه؟ امشي. حاضر. بتاع مين العمود ده يا كداك؟ استنى يا كوري. الجرح. رد عليا بكلمك. بتاع مين العمود ده؟ عمود ايه لمواقف؟ الو. ايوه ساره ازيك؟ ابدا، انا قلت اكلمك عشان اطمن عليكي، اصلي لقيتك ما جيتيش. لا ابدا مفيش حاجه، انا كله تمام. طيب اوكي مفيش مشاكل، ماشي اشوفك مره تانية ان شاء الله. باي. شايف يا هندسه الشرخ تدخل ايدك فيه لمؤاخذه تجيب اخرها، ده غير ان ممكن يخبي بلاوي عرس وفران وتعابين، ده غير ان ممكن يقع على دماغتنا واحنا نايمين. يرضيك برضك يا هندسه يقع على دماغتنا واحنا نايمين؟ لا طبعا ما رضناش. يبقى خلاص تفقع علينا تقرير حلو زيك كده يتقال فيه ان البيت لازم يتنكس في التو وفي الحال عشان ارواح الناس. يا دي كسوف، ما لحقناش نعمل شاي ولا نجيب ساقع. والله ولا حاجه ساقعه ولا شاي ولا اي حاجه، البيت باين حالته اهو. وما تقلقيش هعمل لك التقرير اللي انت عايزاه بالظبط بعد اذنك. اتفضل. خطوه عزيزه، ده احنا زرنا النبي والله. كيد العزال انا من يومي. ايوه. اسمعي الباشا، النيابة طلبت رفع مراقبة التليفونات على محامي أيضا طالب وأبوها وصديقاتها المقربين. يا فندم، القرار بيقول لعدم جدول مراقبة الفترة اللي فاتت والمراعاة الخصوصية الشخصية. كمان المحامي بتاعهم قدم طلب رفع التحفظ على ممتلكات أبو طالب الصنهوري من امبارح. شكل النيابة هترفع عنه الحظر فعلا. الأمر معليك. مع السلامة. اجمع للأمنة المكلفين بالمراقبة في القضية الزفت بتاعت هيدا أبو طالب. توجيهات سعادتك يا باشا، ثواني ويكونوا قدام معالي.
نعم. صباح الفل يا ست الكل. ايه مش فاكراني؟ انا اللي مؤاخذه جبت الكوريا الحكومه. طيب خير؟ والله ما كنت اعرف انك موجوده، ولا كنت اعرف ان كوريا المحفشه دي عندها قريبه. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحميك ويحرسك من العين يا حلوه. وبعدين؟ ابدا، انا كنت بقول يعني انك فرس، فرس عربي ما يقدروش غير الراجل اللي بيفهم في الحريم وفي الخيل، يقدروا ويدفع ثمنه. وماله مسيرك يا لحمه تجيني على المفرمه؟ يا واد عامل ايه؟ ما بتدخلش حمام ولا ايه؟